نلحقوا المحاضرة الجاية إن شاء الله. هي يعني هنخلص برضو على ميعادنا يعني على 2:30، فهنتكلم على الكومبريشن ممبرز. هو أنا بتصور إن أنتوا طبعا عندكم فكرة أكتر عن الستيل، طبعا يعني معظمكم السنة اللي فاتت كان خد نفس الكورس تقريبا. هنتكلم بسرعة شوية، فإحنا هنتكلم على أماكن الكومبريشن ممبرز، اللوكيشن موجودة فين في الروف تراسز، هنتكلم على الباكلينج لينثز، هنتكلم على الكروس سكشن شيبس بتاعت اللي بتستخدم في قطاعات الكومبريشن ممبرز اللي هي الانجل سيكشنز، هنتكلم على ايه هي التاي بليتس اللي هي بتربط الباك تو باك انجلز مع بعض، هنتكلم على سلندرنس ريشيو اللي هي نسبه النحافه اللي هي اللامدا ان بلين واوت اوف بلين. كل دي توبكس هنتكلم عليها نغطيها كده النهارده. كل ايتم منهم مهم عشان في الاخر نعرف نصمم الكومبريشن ميمبر. في ايتم برضو اساسي اللي هو ازاي تقدر تحسب الكريتيكال كومبريسيف ستريس، فهيبقى ليه علاقه ما بين الكريتيكال كومبريسيف ستريس والسلندرنس بارامتر اللي هي اللامدا سي، اللي هي اصلا اللامدا سي دي ليها علاقه بالسلندرنس ريشيو، يعني سلندرنس بارامتر اسمها لامدا سي، سلندرنس ريشيو اسمها لامدا فقط. هنتكلم على الكلاسيفيكيشن اوف ستيل كروس سكشنز واللوكال باكلينج ريكويرمنتس اللي هي الجداول اللي عندك في الكود، وهنشوف ايه هي دي. هيبقى في مجال ممكن ان احنا نحل مثال كده مع بعض بالارقام ونشوف الطريقه ازاي بنوصل بسرعه للديزاين بتاع الممبرز. المحاضره الجايه هيبقى فيها كلام عن الباكلينج لينث والسولفد اكزامبلز والالاينمنت شارتس اللي هي تصميم الاعمده خاصة بتصميم الأعمدة وسولفد اكزامبلز للأعمدة. طيب لو احنا بصينا بسرعة تاني كده سريعا هتلاقي تراس كده قدامك، صورة جميلة اهي، تراس 40 متر، الكورد الفوقاني التوب كورد ده كله بيبقى عليه كومبريشن، اللور كورد ده بيبقى شايل تنشن، عندنا الدياجونالز والفيرتيكالز. الدياجونالز اللي هي مماس للبندنج مومنت، طبعا البندنج مومنت هنا سمبل سبورت فهو دبليو سكوير على 8، فاي حاجه مماس للبندنج مومنت يعني زي الدياجونال ممبر ده او اللي في اتجاه المماس للبندنج مومنت ده يبقى تنشن، عمودي ده عمودي على المماس ده يبقى ايه كومبريشن، يعني احنا عندنا ده تنشن ده كومبريشن وهكذا. طبعا هنا في الاعمده، في الفيرتيكال بريسنج، في هوريزونتال بريسنج، في لونجيتيودنال بريسنج، وده تركز معايا فيه قوي. بص كده اللي هو بيربط كل التراسز دي، كل 8 متر تلاقي فيه لونجيتيودنال بريسنج موجود، ولو انت دققت شويه هتلاقي فيه واحد واقف هنا اهو، تقدر تعرف منه كده الدبث بتاع التراس هنا. لو 40 متر فهنا كان 3 متر او حاجه زي كده. وفي اثنين قاعدين هنا على اللونجيتيودنال بريسنج، وفي اثنين هنا. الكلام ده دي واحد اهو موجود هنا على اللور كورد شايفينه. ده الشكل بتاع التراسز، والخطين اللي انت شايفهم قدامك دول، الخط ده والخط ده، دول لونجيتيودنال بريسنج اللي هو بيربط التراسز كلها في الاتجاه الطولي بتاعها. شكل تاني برضو التاور ممبرز دي كلها ممبر تنشن ممبر وكمبريشن ممبرز اللي هي الدياجونالز اللي موجوده عندك هنا، اربع اعمده، وفي فوق خالص انتن ده هو بتاع رادار تاور في مطار يعني، فده اللي فوق ده بنسميه بلاتفورم. البلاتفورم ده يعني زي دور كده، فالدور ده لو زومنا عليه نشوفه كده مجموعه كاميرات طالعه كانت ليفر من الاعمده، وبعدين اللي يهمنا الجزء اللي هو الممبر الدياجونال ده، الدياجونال ممبر ده هو اللي شايل الكومبريشن طبعا. نفس الشكل برضو جوينتس كده مختلفه، بتلاقي في ممبرز هنا تنشن وممبر كومبريشن اكسيال فورسز عليها. فاحنا بنشوف مثلا تراس زي اللي قدامنا ده، هتلاقي تو ممبرز اللي على الجنب هنا اللي على اليمين وعلى الشمال، دول اكيد كومبريشن ممبرز. طبعا التوب كورد ده كله بيبقى كومبريشن، اللور كورد معظمه تنشن. الممبر سي اي ده
اللي هو المنبر الافقي اللي هو بيمنع التراس ان هو يفتح لبره، فده اكيد شايل تنشن. والمنبر الراسي ده اللي هو المنبر ده زيرو منبر، لانك لو عملت سيجما واي بتساوي زيرو عند الجوينت هيطلع لك على طول ان المنبر ده ايه، زيرو منبر، لا هو تنشن ولا هو كومبريشن، بس هو بيخدم الممبر سي اي، يعني بيقلل القطاع بتاع السي اي شويه لان اللامدا بتاعته بتقل. الباكلينج لينث فاكتورز اللي هو الكود بيحددها عندنا، اما كيس فيكسد فيكسد فده بيبقى الباكلينج لينث 0.65 ال L، عندنا كيس الهنج هنجد هنجد الاند كونديشنز، هنا كلمة well defined end conditions يعني النهايات بتاعة العمود أو الكومبريشن ممبر نهايات محددة ومعروفة. ممكن يبقى عندنا الكيس بتاعة الفري كانتليفر اللي هو 2.1. اللي يهمنا هنا عايزين نبص على الحالتين دول اللي أنا علمت عليهم، اللي هو الكيس بتاع الفيكسيشن. طبعا الرموز كلها هنا دي فيكسد، الفيكسد معناها ان ما بيسمحش بروتيشن، ما بيبقاش فيه دوران ولا ترانسليشن، يعني لا بيسمح بحركه ولا بيسمح بروتيشن. الهنجد بيسمح بالروتيشن بيرميتد ولكن الترانسليشن بريفنت. الروكر بيرنج ده اللي هو بيسمح ب ترانسليشن، يعني ممكن النقطه دي تتحرك، دي النقطه دي تتحرك، ولكن ما بيسمحش بايه، ما بيسمحش باي روتيشن، يعني هتلاقي المماس هنا الكيرف هنا ما بيطلع ما بيحصلوش روتيشن. الكيس اللي انا معلم عليهم دول دي كيس بتاعت روف تراس متصل مثلا بعمود، الروف تراس متصل بالعمود فالتراس ممكن يحصل له ترانسليشن، التراس كله يتحرك يحصل له دريفت. بتعتمد بقى انت تحت العمود ده نهايته من تحت فيكسد، فيبقى الباكلينج لينث هنا او الباكلينج لينث فاكتور 1.2، يعني الباكلينج لينث بيساوي ال 1.2 في الارتفاع اللي قدامنا هنا. هنا الباكلينج لينث لو هو هنجد كولم وفي روف تراس فوق بيبقى الباكلينج لينث 2. طيب يبقى الكيس اللي هي بتاعت فري كانتليفر 2.1 لان الباكلينج لينث هنا ضعف الطول ده اكتر من الضعف، هنا 2 هنا 2.1. هنا الكود بيحدد شويه قيم للباكلينج لينث، هنلاقي ان اول عمود ده اسمه ان بلين، العمودين اللي بعده اوت اوف بلين. لو بصيت لاول خانه هنا هتلاقي كورد ممبرز، طبعا هو بيتكلم على الكومبريشن كورد، ما دام باكلينج يبقى بنتكلم على كومبريشن كورد. الان بلين باكلينج دايما هو المسافه ما بين تو جوينتس، فالباكلينج ان بلين هنا ال ال حتى للدياجونال، هنا الدياجونال ده شايل كومبريشن زي ما قلنا، اول دياجونال او المماس ده البيندنج مومنت ده شايل تنشن، فهنا الباكلينج ان بلين ال. الباكلينج هنا في حاله الدياجونال لما يكون كروس شيب كده، كروس دياجونال زي اكس كروس كده، ده بيبقى نص الطول، هو دايما المسافه عشان ما تلخبطش نفسك هي المسافه ما بين الجوينتس، هنا نص ال هنا ال هنا ال. تعالى بقى نتكلم في الجزء اللي هو اوت اوف بلين. اوت اوف بلين ده بيعتمد بقى هو لاترالي الكمبريشن كورد ده ممسوك بره المستوى، يعني ممسوك عمودي على التراس ولا مش ممسوك. ايه اللي بيمسكه؟ اللي بيمسكه ان يبقى فيه لونجيتيودنال بريسنج اللي احنا وريناه لك في الصوره. اللونجيتيودنال بريسنج هو اللي بيمسك الايه؟ الكيس التراسز دي مع بعض، فبالتالي بيمسك فوق في الكمبريشن كورد بيمنع حركه الكمبريشن كورد بره المستوى. فلو هو ممسوك، لو كيس ان هو الكمبريشن كورد ممسوك اوتسايد بلين او اوت اوف بلين يبقى الباكلينج ال، لو مش ممسوك بيبقى 0.75 لسبان، يعني لو تخيلنا ان ده السبان بتاعه بتاع التراس مش 0.75 ال، 0.75 لسبان بتاع التراس. وفي الحاله دي الحاله الثانيه بتاعت الدياجونال بيبقى لو الكمبريشن كورد امبريست هيبقى 1.2 ال. فاحنا عندنا عايزين نركز على
القيم اللي احنا شايفينها قدامنا دي، ده للكورد ممبرز، ده للدياجونالز، خلي بالك ال 1.2 ال، وهنا بيكمل الكود. الحاجات دي كلها ليست للحفظ، الحاجات دي في الكود موجوده. فانت كل اللي هتشوفه ان انت هتلاقي هنا في دياجونالز، ده شكل زي ترانسميشن تاورز كده، بيبقى ال ال ان بلين زي ما احنا قلنا، هي ال او المسافه ما بين الجوينتس. دايما حتى في الفيرتيكال ممبرز المسافه، انت بتتكلم على الفيرتيكال ممبر زي ده، الفيرتيكال ممبر ده شايل كومبريشن، فالمسافه بتاعته الان بلين ال. الفيرتيكال ممبر هنا مقسوم، فدايما قلنا ما دام ان بلين، ما دام في المستوى، يبقى هي المسافه ما بين التو جوينتس، فنص ال. الاوت اوف بلين زي ما قلنا ال 1.2 ال، وبالنسبه للفيرتيكال اللي هو شكل التراس اللي قدامك ده اسمه كي، كي تراس، واخد شكل حرف كي، بيبقى فيه نورمال فورس او اكسيال فورس سمول، يعني ده قيمه وده قيمه، واحده منهم ان سمول اللي هي الاكسيال فورس سمول والاكسيال فورس اللارج، فبيبقى الكود بيحدد لك المعادله الصغيره دي لو الاوت اوف بلين، لو الكورد ممسوك اوت اوف بلين بيبقى المعادله دي، لو مش ممسوك امبريسد بيبقى المعادله الثانيه. طيب تعال نبص كده بسرعه، ان انت لازم تميز هنا ما بين الشكلين دول. دي ده مظله كار شيد، مظله عربيات كانتليفر، فلازم العمود تحت يبقى فيكسد والا المظله كلها تقع. فالكيس بتاعت الكانتليفر شيد لازم نميز قوي فين هنحط اللونجيتيودنال بريسنج اللي هو الخط المنقط ده. هنا في فيرتيكال بريسنج للعمود وهنا في فيرتيكال بريسنج. طيب هنا ايه الفرق بين الرسمتين دول؟ ان هنا في حطينا لونجيتيودنال بريسنج تاني في الحته دي. طبعا الكومبريشن كورد هنا اللي هو الجزء السفلي بدام ده كانتليفر، فهتلاقي البندنج مومنت طالع نيجاتيف لفوق، فالكورد اللور كورد هنا هو اللي شايل الكومبريشن. فبنقول لك احسب لنا الكيس بتاعت الامبريست كومبريشن كورد، يعني هنا كورد اهو وامبريست، مفيش حاجه ماسكاه بره المستوى غير النقطه دي هنا والنقطه اللي عند العمود. هنا الكورد ممسوك في ثلاث نقط، ممسوك عند النقطه دي باللونجيتيودنال بريسنج، وممسوك هنا باللونجيتيودنال بريسنج الثاني، وممسوك هنا بالفيرتيكال بريسنج. فهيفرق طبعا الباكلينج لينث في الحالتين، ان بلين قلنا هو واحد، فالان بلين هنا هو نفس الطول، والاوت اوف بلين هيبقى 4 ال، لانه من النقطه الممسوكه دي الى النقطه الاخيره. هنا هيبقى الان بلين ال، والاوت اوف بلين هيبقى 2 ال، لان الترانسفيرس او اللونجيتيودنال بريسنج ده هو اللي مسك الكورد عند النقط دي. فيبقى خلي بالنا اهميه اللونجيتيودنال بريسنج. طيب لو بصينا لنفس المساله بس احنا حطينا بيرلز في اللور كورد بالشكل اللي انت شايفه ده، عشان نمسك النقط دي كلها، عشان نمسك النقط اللي في اللور كورد، فكده اللور كورد او الكومبريشن كورد بقى ممسوك اوت اوف بلين، فكده الباكلينج ان زي ما انت شايف كده هيبقى للممبر ال2 ده هيبقى ال، والباكلينج ان بلين لل L3 اللي هو الفيرتيكال ممبر، او L4 الفيرتيكال ممبر برضو هو بيساوي نفس طول الممبر، والL out نفس الكلام هتلاقي نفس الطول. طب لو شلنا بقى الصف اللي تحت بتاع البيرلينز اللي تحت دي، لو شلته معناها انها ترجع تاني للكيس اوف ان بريست، يعني الكومبريشن كورد بقى ما فيش حاجه ماسكاه، فهنشيلهم كده. احنا كده شلنا البيرلينز اللي كانت محطوطه تحت، فكده هتبص تلاقي ان الممبر ده بقى الناحيه دي تنشن ممسوك هنا والناحيه دي مش ممسوك، فيبقى 1.2 ال. بالنسبه للممبر L4 اللي هو الفيرتيكال ممبر ده نفس الكلام هيبقى 1.2 ال. بالنسبه للممبر L3 هيبقى ال بس. ليه بقى؟ لان L3 ده هنا تحت النقطه دي ممسوكه لان جنب منه longitudinal bracing، يبقى هنا L3 عشان longitudinal bracing هي الطول. طيب بنتكلم على ان in plane المسافه ما بين الجوينتس، outside plane ML او 1.2
1.2 ال. هنا اللامدا انت عارفينها طبعا، اللامدا بتاعت السلندرنس ريشيو المسموح بها في الكود، كومبريشن ممبرز 180، كومبريشن ممبرز بس في بريسنج بتبقى 200، التنشن ممبر اللي هي المحاضره اللي انتوا خدتوها الاسبوع اللي فات هيبقى ال على 300. الاشكال بتاعت اللي احنا بنستخدمها كروس سكشنز، يا اما باك تو باك انجلز، الار كريتيكال اللي هي الراديوس، كريتيكال راديوس اوف جايريشن اللي هي بتساوي جذر اي اكس على الاريا. هتحفظ انت الارقام دي، كريتيكال هنا ار اكس للقطاع اللي هو عباره عن زاويتين وبينهم جاست، جاست بليت ده بيبقى 10 مللي التخانه بتاعته، 0.3 ا الار اكس، 0.48 ا الار واي. في شرط للمينيمم انجل اللي احنا هنستخدمها انها ما تقلش عن زاويه 45 في 45 في 5 مللي. المسمار اللي محطوط هنا لو قطره القطر الدايمتر بتاعه اسمه فاي، فلازم تستخدم معاه المينيمم انجل اللي انت هتستخدمها مع مسمار قطره فاي، هيبقى 3 فاي زائد التي. الشكل ده اسمه ستار شيب، وبرده الجاست بليت موجود، والبولتد كونكشن هنا اللي بتربط الستار شيب مع الجاست بليت. البرنسبل اكسيس هنا بنشتغل عليها مش اكس وواي، بنشتغل على محور اسمه يو، محور اسمه في. الار كريتيكال هي الار يو للستار شيب اللي هي بتساوي 0.38 ا. نفس الكلام المينيمم انجل في حاله اللحام، لو انا بستخدم ان هلحم الممبر مع الجاست او ان انا استخدم بولت كونكشن. الاولانيه 45 في 5 مينيمم انجل، الثانيه 3 فاي زائد تي. الانسيمتريك سيكشن اللي هي لما بيبقى زاويه واحده بس على الجاست، فطبعا ده قطاع اسمه انسيمتريك غير متماثل بالنسبه للجاست. الار كريتيكال هي الار في، لان برضو بنشتغل على التو اكسيز اللي هو اليو والفي، فيبقى الار في بتساوي 0.2 ا. التايب بليت هو بليت احنا بنحطه ما بين الزاويتين عشان يمسك التو انجلز مع بعض. بنحط يا اما بليت واحد في النص سواء كان الممبر تنشن او كومبريشن، بعيد تاني، سواء كان تنشن او كومبريشن، لان انت ممكن في بعض الاحيان وانت بترفع التراس الونش بيشيله من نقطتين، فبيمكن الممبرز اللي هي كانت كومبريشن تتحول الى تنشن. فاحنا دايما بنقول لو عندك قطاع باك تو باك انجلز زي القطاع اللي قدامنا ده، على طول تحط at least one tie plate. التاي بليت طوله بيبقى 10 سنتي، والجاست بليتس اللي هي في الاول وفي الاخر التاي بليتس، الجاست بليتس في الاول الممبر واخر الممبر. والتاي بليت ده هنا بنجيبه ازاي؟ بنجيبه بمعادله بسيطه قوي، بنحسب الطول اللي اسمه ال نوت. ال نوت دي لو طلعت اكتر من نص طول الممبر يبقى احنا محتاجين تاي بليت واحد، لو طلعت ال نوت اقل من نص الطول فممكن نستخدم اثنين تاي بليتس في التلت والتلتين. طيب احسب ال نوت منين؟ معادله بسيطه جدا. انت عندك القطاع اللي هو الزاويتين الباك تو باك ده، بيبقى بتحسب له اللامدا بتاعته، اللامدا ماكسيمم اللي هي لامدا اكس او لامدا واي، تضرب اللامدا ماكسيمم دي في قيمه ار في بتاعت الزاويه الواحده. يعني القطاع ده مكون من تو انجلز، نشوف الار في بتاعت ال1 انجل بكام، نضربها في اللامدا ماكسيمم بتاعت الزاويتين مع بعض. طيب ده هنا مراجعه، احنا اتكلمنا على انواع الحديد 37 و44 و52، دي المسميات بتاعتها في اليوروبيان كود، وفي امريكا ليها اسم تاني او رمز اخر اللي هو A283A570 جريد 40، A572 جريد 50. دي المسمى بس بتاعت الجريدز بتاعت الحديد 37 44 52. نفس الكلام هنا بيديك اليلد بس باليونتس كيلو باوندز بير سكوير انش، دي لمجرد المعلومات يعني اللي هي اليونتس اللي بتستخدم في امريكا. KSI
واليوروبيان بيستخدم الميجا باسكال، واحنا هنا بنستخدم الطن بير سنتيمتر سكوير. فالثلاث انواع حديد اس 235 اللي هو يقابل 37، وده 44، وده 52. المعادله بتاعت الاف كريتيكال هنا اساسيه ومهمه جدا. احنا عندنا ثلاث انواع حديد، ده الكيرف بتاعه. الكيرف اللي على الشمال، الكل الجزء اللي على الشمال ده بيرمز لحاجه اسمها ان الاستيك باكلينج، ان الاستيك باكلينج، والجزء اللي على اليمين ده الالاستيك باكلينج. المعادله بتاعت الثلاث كيرفات دول هي المعادله اللي انت شايفها هنا دي. المعادله دي فانكشن في حاجه اسمها لامدا سي، اللي هي السلندرنس بارامتر. سلندرنس بارامتر بيساوي السلندرنس ريشيو مضروبه في جذر اف يلد على باي سكويرد اي. المتغير هنا الاف يلد، لان كل نوع حديد ليه اف يلد. ستيل 52 اليلد بتاعه 3.6، 44 2.8، 37 اليلد بتاعه 2.4. فهتلاقي لو عوضت في المعادله الظريفه دي هتدي لك الكيرفات اللي انت شايفها قدامك. القيمه اللي بيحصل عندها تغير في المعادله او بتسميها الانفليكشن بوينت، نقطة التحول هنا اللي هي عند القيمة لامدا سي بتساوي 1.1. إذا لو لامدا سي أقل من 1.1 أنت هتستخدم المعادلة دي. لو لامدا سي أكبر من 1.1 هتستخدم المعادلة الثانية. هي نفس الشكل بتاع الكيرفات. طبعا هنا بدل ما كان العلاقة اف كريتيكال خليناها اف كريتيكال على اف ييلد، لكن هي نفس المعادلة ونفس شكل الكيرف. هنا في كيرفيتشر ده ماشي مع المعادلة دي، والكيرفيتشر الآخر ماشي مع المعادلة الثانية. هي المعادلات واحدة بس أشكال، يعني عشان تشوف الفروقات ما بين أنواع الحديد المختلفة. واحنا دايما عندنا المحور الرأسي هو الكريتيكال كومبريسيف ستريس. هنا بدل ما المحور ده كنا واخدينه لامدا سي خدناه لامدا، ما في علاقه ما بين اللامدا سي واللامدا. فاحنا هنا رسمنا العلاقه دي، حطينا الهوريزونتال اكسيس هنا هو قيمه لامدا، بيطلع لك ثلاثه فاليوز. ويركز معايا كده، الفاليوز اللامدا هنا 102 بالنسبه لحديد 37، 95 بالنسبه لحديد 44، 83 بالنسبه لحديد 52. التعريف بتاع الكلاسيفيكيشن اوف كروس سيكشنز، عندنا ثلاث انواع. عندنا حاجه اسمها كومباكت سيكشن ونون كومباكت وسلندر. الكومباكت سيكشنز دي بتقدر توصل للبلاستيك مومنت من غير ما يحصل اي لوكال باكلينج للكومبوننتس اللي هي الفلانج والويب. النون كومباكت سيكشن ما بيقدرش يوصل للبلاستيك مومنت، لكن يوصل لحاجه اقل شويه اللي هي اليلد مومنت. يوصل لليلد مومنت والتوزيع بتاعه لينير كده زي ما انت شايف. النون السلندر سيكشنز قطاعات بتبقى خفيفه جدا، الاتش ويب على تي ويب كبيره. في جزء من القطاع في السلندر سيكشن بتلاقي الويب جزء منه ان افكتيف، يعني مش شغال، بيحصل له لوكال باكلينج فبنهمله. وده بيحصل له حته من الفلانج الكومبريشن هنا وهنا بيحصل لها برضو لوكال باكلينج فبنهملها، فبنحسب حاجه اسمها افكتيف سيكشن. ده هنتكلم عليه في الترم الثاني ان شاء الله. بيبقى الكلاسيفيكيشن بتاع القطاعات لاما كومباكت او نون كومباكت او سلندر. دي جداول اللي في الكود اللي هي بتقول لك هل القطاع ده كومباكت ولا نون كومباكت ولا سلندر. هم اربع جداول، انا لخصتهم الاربع جداول دول في الكود، ودول اللي بيجوا لك على فكره في الامتحان من ضمن الورق بتاع الايكويشنز. الجداول دي اسمها ماكسيمم ويث ثيكنس ريشيو، مره بيجيب لك الفلانجز ومره بيتكلم على الويب. يعني الجدول الاولاني ده بيتكلم على الويب، ستيفن ويب. الستيفن ويب يعني ممسوك في اوله وفي اخره زي الحاجات دي كده. ده ستيفن فلانج، والاولاني كان ستيفن ويب. هنا ان ستيفن unstiffened compression elements اللي هي الجزء الـ overhanging cantilever اللي بره ده. انا لخصت لك المعادلات دي كلها بتاعت الكود، الاربعه تيبلز.
لخصناهم في التو سلايدز دي، واحده منهم للفلانجز وفي سلايد ثانيه للويب. اللي هنختم كده بسرعه نقول ان القيم دي مش حفظ، ما تحفظش حاجه، بس تبقى فاهم ازاي تحسب السي اللي هي الحته الاوتستاند دي، اللي هي الجزء الفلانج كله، تطرح منه الويب، تطرح منه الفيلت والفيلت، وتقسم على اثنين يطلع لك السي. ده بالنسبه للقطاعات الهوت روند. بالنسبه لقطاعات البيلت اب، انت عندك لحام، فالمسافه من بعد اللحام لغايه النهايه هي دي السي. انت بتجيب الريشيو اللي اسمها سي على تي فلانج. السي على تي فلانج دي مفروض لو اقل من 16.9 على جذر الفيل يبقى انت كده كومباكت، ازيد لغايه 33 على جذر الفيل يبقى انت نون كومباكت، زودت عن 33 على جذر الفيل دخلت في القطاع الثالث اللي اسمه السلندر سيكشنز. البيلت اب سيكشنز فاليوز اقل شويه، يعني كود كونسرفاتيف في الحته دي، هنا 16.9 هنا 15.3. زي ما قلت لك القيم دي كلها هتلاقيها في الاربعه تيبلز اللي هتلاقيهم في الكود. بالنسبه للويبز عندنا الويبز هنا سبجكتد وبندنج، فالليميت هنا اسمه دي ويب على تي ويب، دي ويب على تي ويب. الدي ويب هي ارتفاع اللي شايفه انت قدامك لو بعد الفيلت، من بعد الفيلت لبعد الفيلت، او من بعد اللحام لبعد اللحام، دي ويب. والتخانه اسمها تي ويب، المفروض القيم دي ما تزيدش عن 127 على جذر الفيل او 222 على جذر الفيل لو النون كومباكت او سلندر. العمود الاخير ده الويب سبجكت، يعني معرضه للاكسيال كومبريشن، بيور اكسل كومبريشن، يعني زي يبقى عندك عمود مثلا لينك ممبر فمعلوش مومنت عليه، معلوش بندنج عليه، بس اكسل كومبريشن، فالكود هنا بيحدد لك قيمتين ما تزيدش عنهم بالنسبه للدي ويب على التي ويب، 58 على جذر الفيلد و64 على جذر الفيلد. مثال محلول متهيألي ممكن نبدا بيه المحاضره الجايه، بس انت العدد اللي حاضر معايا دلوقتي انا مش عارف كم واحد، ممكن نشوف كده، عندنا 14 واحد حاضرين معانا. طيب ممكن اوكي احنا هنا 14 واحد، ممكن ناخد لكم الغياب كده بسرعه. الاتندنس تمام اوكي. طيب حضرات الساده، احنا محاضره هي سريعه، اتمنى بس تكونوا يعني جمعتوا شويه داتا مش وحشين، وعايز اسمع كده بسرعه فيدباك من المجموعه اللي حاضره، وان شاء الله هيبقى ميعادنا الخميس الجاي باذن الله. دكتور معلش سؤال، هو هل عادي لو انا مش مستوعب كل اللي بيتقال في المحاضره بخصوص مثلا الباكلينج لينس او ازاي اطبق المعادلات او ازاي اعمل تشيكس؟ هو انت هتلاقي من كتر الامثله اللي انت هتحلها هتلاقي الموضوع اصلا الديزاين بتاع التنشن والكومبريشن ممبرز دي، ما دي اسئله اصلا معموله عشان الطالب يقفلها، يعني يجيب الفول مارك بتاعتها، يعني حاجات بيزك جدا، فانت ما تقلقش. يمكن انا المحاضره بس عشان انا اتاخرت فانا مشيت بسرعه شويه، بس المحاضره انا هبعتها لكم بي دي اف لغايه السلايد اللي احنا وقفنا عندها، وانت هتقراها هتلاقي كلام بسيط جدا جدا. يعني الجداول اللي فيها الايكويشنز او فيها الليميتس بتاعت الويت تو ثيكنس ريشيو، زي ما قلت لك الجداول مجرد بس ان انت تفهم ان الجدول ده انت بتجيب منه ايه، لكن انت مش هتحفظ ولا معادله في المعادلات دي خالص. ماشي يا مين اللي بيسال؟ ستيفن ايهاب. ايوه طيب حد عنده اسئله تانية؟ او معلش هي المحاضره كانت سريعه شويه، بس يعني اللي بتهيألي ممكن ان احنا ايه نفهمها بسهوله يعني، فانا اخلي حد من المعيدين يحطها لكم بي دي اف لغايه الجزء اللي احنا خدناه، وهنكمل المحاضره الجايه ممكن نعيد تاني على الجزء اللي قلناه، ويبقى يعني تبقى العمليه اسهل شويه ان شاء الله في الفهم يعني. ماشي
طيب انا شايف ايوه في حاجه، في ناس زادت شويه، هل ناخد غياب تاني ولا ايه النظام؟ طيب ناخد واحد تاني مفيش مشكله. دي الناس جريت دلوقتي ودخلت. طيب اوكي. طيب خلاص كده يا هو حضرات، الدكتور ولا معلش بس في اي مشكله؟ عايزين نسمع هو كده. الو ايوه هو يا دكتور بس الناس كانت مستنية يعني من ميعاد انا عارف. المحاضرة طيب الأساسي، فبس هم ما كانش عندهم علم يعني. أنا مبلغاهم، أنا بلغتهم أول ما اللينك جالي، بس يعني هم معلش. قاعدين مستنيين من بدري. لا مفيش مشكله، بس المره الجايه بس يعني ايه ان شاء الله. كان عندي مشكله في حاجه كده بس يعني اتحلت متاخر شويه. فمعلش بنعتذر يعني، مفيش تمام. لا مشكله. ابدا يا دكتور، انا بس بتكلم عشان الاتندنس يعني وكده. وان شاء الله المحاضره الجايه انا هحاول برضو نفس الجزء اللي انا قلته ده اعدي عليه برضو بسرعه تاني. وانتوا هيكون معاكوا يا منى، هيكون معاكوا المحاضره دي بي دي اف هتبصوا عليها. تمام والخميس الجاي ان شاء الله كده يبقى ايه الدنيا هتبقى اظرف يعني باذن الله. معلش تمام ماشي يا دكتور. ماشي. لو حضرتك تحب تاخد غياب تاني دلوقتي ماشي، يعني الناس دخلت. الناس ده خلاص انا مش هحسب بقى على الغياب ده يعني. لو عايزين يعني انا شايف العدد ما زادش كتير يعني، هو 20 واحد بس. انتوا المفروض عددكم كام؟ حوالي 80 ولا 70؟ هو احنا الدفعة المفروض 131 يعني، بس مش ياه. طبعا مش كله معاه ستيل يعني. مش كله يعني معاه هو الستيل. بس 38 اللي هو احنا طالعين من تانية فريش، لكن الطلبة اللي دبلرت بقى مش ايه ده، كله ثانية شايل واحدة، ستيل. يعني انتوا فيكو مجموعة فريش. بالظبط. اوكي 38 واحد تمام. 38 واحد، وغالبا احنا طالعين من الثانية. اللي حاضرين دلوقتي هم من ال 38 دول غالبا. هو في ناس من ال 38 ولا في ناس من الطلبة الدرس برضو يا دكتور. طيب اوكي مفيش مشكلة. خلاص يعني ان شاء الله الخميس الجاي هبقى انا برضو معاكم في الكومبريشن عشان نتجاوز الحته اللي اتشرحت التاني دي النهارده بسرعه. انا كنت بشرح على اساس ان انتوا كلكم فاهمين الموضوع على اساس ان دي تاني سنه يعني مش فريش يعني. فانا لا لا احنا ثمانية، لا لا جريت 38 تمانية شويه وتلاتين بسرعه فاهمة. يعني، شغلت التربو كده وجريت بسرعه شويه. معلش هنحاول معلش نهدي دكتور. شويه الاسبوع الجاي ان شاء الله. ماشي تمام ماشي طيب تمام ماشي. ماشي شكرا دكتور شاكر تمام. جدا. العفو شكرا يا دكتور. مع ولا السلامة. ايه، صح عمر حضرتك. دكتور